السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي استفسار يا جماعة قبل ما نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا عند اللقاء أو المحاضرة المرئية رقم 18 اللي كنا نتكلم فيها عن الأوامر الإنتاجية وتكلفه الامر الانتاجي بيتم تحديدها ازاي. الاوامر الانتاجيه عشان احدد مصيرها من الاجور يبقى لازم اعمل زي بطاقه وقت لكل عامل اشتغل كام ساعه على كل امر انتاجي، وفي الاخر لما اجي اسجل الاجور بقول من حساب مراقبه الاجور الى مسؤولين اللي هي الاجور المستحقه اللي انا هدفعها فعلا والاستقطاعات من هذه الاجور. طيب هيجي نقول ايه اللي مطلوب في مراقبة الأوامر أو الأوامر الإنتاجية، نظام الأوامر الإنتاجية، ايه اللي مطلوب فيه؟ لأن في عندكم جزء عمل كبير مالناش دخل في الجزء العملي. أنا يهمني إن كل أمر إنتاجي بفتح له 5 حسابات للمراقبة. تاني، كل أمر إنتاجي بفتح له 5 حسابات. ال5 حسابات عبارة عن حساب أستاذ على شكل حرف تي أهو. بيكون في مكونات وعناصر في الطرف المدين والطرف الدائن. مطلوب من حضراتكم معرفة مكونات كل حساب من الحسابات الخمسة. مطلوب ان انا اعرف كل حساب ومكوناته من الحسابات الخمسة. يبقى كل حساب من ال5 حسابات اللي موجودين اعرف مكوناته، ايه اللي في الطرف المدين وايه اللي في الطرف الدائن. طيب واحدة واحدة. يبقى كل امر انتاجي بفتح له 5 حسابات مراقبة. اول حاجة حساب مراقبة مخازن المواد. الحساب ده الهدف منه يحدد لي المواد اللي انصرفت على الامر الانتاجي قد ايه، والمواد المتبقيه في المخازن اخر الفتره قد ايه. طيب ايه اللي موجود في الطرف المدين من حساب مراقبه المواد، وايه اللي موجود في الطرف الدائن من حساب مراقبه المواد؟ في الطرف المدين بيكون موجود فيه رصيد مواد اول المده، المخزون اللي عندي اول المده كام. لو افترضنا ان مخزون اول المده من المواد كان عندي مواد ب 10,000، ثم حساب الموردين. ايه حساب الموردين ده؟ دي البضاعه او المواد اللي انا شاريها خلال الفتره. افترضوا ان انا شاري خلال الفتره مواد ب 50,000، اذا اجمالي المواد اللي عندي كلها 60. يبقى الطرف المدين من حساب مراقبه المخازن، احفظوا بقى معايا، بيكون فيه رصيد مواد اول المده والمشتريات بتاعت المواد. يبقى خلال المدة أنا اشتريت مواد بقد إيه، يبقى المشتريات من المواد قد إيه. طيب في الطرف الدائن بيكون موجود فيه إيه؟ في الطرف الدائن بيكون موجود المواد اللي بتنصرف للأوامر للاستخدام. المواد اللي بتصرف من المخزن للاستخدام في الأوامر بتكون يا إما مواد مباشرة، يبقى مكانها في حساب بقية المواد يا إما مباشرة يا اما مواد غير مباشره. يبقى المواد اللي بتطلع من المخزن، المخزن دلوقتي فيه مواد ب 60,000 اللي بيروح على الاوامر، يا اما مواد مباشره يا اما مواد غير مباشره. افترضوا ان المواد اللي المباشره كانت 30,000، المواد المباشره المنصرفه للانتاج كانت 30,000 والغير مباشر كان 10,000. الله، مش المفروض الاثنين هنا ده حساب استاذ المفروض الاثنين يبقوا 60؟ طب انا عندي مواد ب 60
الطرف مباشر ب30 وغير مباشر ب10، يعني صرفنا منهم 40. يبقى اللي باقي كام؟ اللي باقي هو مخزون اخر المده اهوت، يبقى اللي باقي ده هو ال 20,000. يبقى حساب مراقبه مخازن المواد الطرف المدين منه عباره عن رصيد اول المده من المواد زائد مشتريات مواد خلال الفتره. طب في الطرف الداين بيكون المواد المنصرفه للانتاج سواء مباشره او غير مباشره ورصيد اخر المده. لو افترضنا ان مواد اول المده كانت 10 واشتريت خلال المده ب50، يبقى انا عندي مواد في المخازن ب60. انصرف للانتاج مواد ب30 مباشره، بنعالج المباشر في حساب اسمه مراقبه الانتاج تحت التشغيل، والغير مباشر بيعالج في حساب اسمه تكاليف غير مباشره. يبقى انا صرفت 40 وانا كان عندي كله 60، يبقى اللي باقي عندي 20. ده اول حساب اللي هو حساب مراقبه مخازن المواد. الحساب رقم 2 حساب مراقبة الأجور. من الاسم بتاعه بيقول لي الأجر بتاعك قد إيه؟ وقد إيه منه مباشر وقد إيه غير مباشر؟ فهنا أول حاجة الأجور المستحقة سواء مباشرة أو غير مباشرة. افترض إن الأجور غير المستحقة كانت 30,000 ريال. الأجور المستحقة كانت 30. كان منها 25,000 أجر مباشر و5,000 اجر غير مباشر. يبقى الاجور المستحقه اجماليها 30. يبقى في الطرف المدين بيكون موجود الاجر الاجمالي، الاجر المستحق الاجمالي بما فيه الاستقطاعات. يبقى الاجمالي تحت عندي هنا عباره عن 30,000، ده الاجمالي اهو 30. والناحيه الثانيه برضو الاجمالي نفسه 30. طب ال 30 دي قد ايه منها مباشر وقد ايه غير مباشر؟ المباشر 25، افترض ان هو 25، يبقى الباقي غير مباشر 5,000. يبقى الطرف المدين من حساب مراقبه الاجور بيكون موجود فيه الاجر الاجور المستحقه سواء كانت مباشره او غير مباشره وبالاستقطاعات بتاعتها. اما الطرف الداين باخد الاجر اللي في الطرف المدين واقسمه لحاجتين، قد ايه منه مباشر وقد ايه منه غير مباشر. الحساب الثالث حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل. مهم جدا الحساب ده، لأن الحساب ده بيجمع لي كل اللي اتصرف خلال الفترة من عناصر التكاليف كلها. طيب، بيكون موجود فيه رصيد أول المدة. إيه رصيد أول المدة؟ يعني إنتاج تحت التشغيل لحد نهاية الفترة الماضية لم يكتمل، فهبدأ أكمله الفترة دي. افترضوا إن رصيد أول المدة بتاعي كان عبارة عن 15,000. رصيد أول المدة كان عندي انتاج تحت التشغيل ب 15. طب المواد المباشره كانت كام؟ نرجع كده لحساب المواد، هنلاقي المواد المباشره اهي ب 30. بنتكتب فيه المواد المباشره اهو 30 اللي هي مراقبه مخازن المواد. طب والاجور المباشره كانت كام؟ اهو الاجر المباشر كان 25. يبقى الاجر المباشر 25. لاحظوا حاجه معايا الله يكرمكم. حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل بيكون موجود فيه واحد رصيد إنتاج تحت التشغيل أول الفترة، اثنين المواد المباشرة التي تم صرفها على الإنتاج تحت التشغيل والأجور المباشرة اللي دفعت لهذه الأوامر. اما الغير مباشر اللي هو عنصر التكلفه التالت مكتوب جنبه ايه؟ محمل. محمل يعني مقدر. يعني ايه؟ اي امر انتاجي، عميل جالي النهارده وقال لي انا عايز 1 2 3 4، فده امر انتاجي خدت الامر منه. الامر الانتاجي ده تكلفته عشان احسبها بضيف المواد الفعليه اللي خدها الامر اللي هي 30,000. اللي هي ال 30,000 ديت هي المواد الفعليه اللي خدها الامر. نعم. الغير مباشر العادي اللي هو الفعلي ما معرفوش. تاني انا بادي النهارده في يوم 10/1 لسه بدايه السنه. جالي عميل قال لي انا عايزك تعمل لي مجلس وعايزك تعمل لي غرفه نوم وعايزك تعمل لي كذا وكذا وكذا. اقول له حاضر. هبدا احسب تكلفتها. سهل جدا احسب المواد المباشره اللي هتاخدها كام.
ده فعلي، المواد دي تبقى فعليه، والاجور كمان اعرف العمال هيشتغلوا قد ايه فعلي. اما الغير مباشر، هل ينفع ان اقدر ان الامر بتاع اول السنه ده نصيبه قد ايه من ايجار المصنع بتاع السنه، ولا التامين، ولا المشرفين، ولا الحاجات دي كلها؟ لا ما اعرفش. ليه؟ لان انا مش عارف خلال السنه هيجي لي كام امر، فابدا اقدر. يبقى التكاليف الغير مباشره لما اجي احملها على الانتاج خلال السنه بتبقى محمله او مقدره. مقدره يعني مش فعليه. ليه يا عم مش فعليه؟ لان ما اعرفهاش الا اخر السنه. افترضوا التكاليف الغير مباشره كانت اللي انا حملتها 10,000، يبقى انا كده صرفت على الانتاج على التشغيل قد ايه خلال الفتره؟ رصيد 15 اول الفتره، زائد 30 ادي 45، زائد 25 يبقى ادي 70، و10 يبقى الاجمالي 80,000. ده اللي اتصرف على الانتاج خلال الفتره. طب اللي صرفته على الانتاج ده اخر الفتره ايه اللي حصل؟ جزء منه اكتمل وجزء ما اكتملش. ده زي قائمه التكاليف بالظبط، جزء اكتمل وجزء ما اكتملش. افترضوا ان الثمانين ديت اللي هتبقى نفس الثمانين ايات في الطرف الداي، قد ايه اكتمل؟ افترضوا ان في 60,000 انتاج تام، اوامر اكتملت وخلاص وبقت جاهزه للتسليم. اللي باقي قد ايه؟ اللي باقي 20 دي اوامر لسه ما اكتملتش. خدوا بالكم الاوامر دي هتيجي السنه اللي بعدها، هنا اهو كانها رصيد اول المده السنه اللي بعدها، كان دي هتبقى رصيد اول المده السنه اللي بعدها. يبقى كان رصيد اول المده السنه اللي بعدها هو الانتاج تحت التشغيل اللي هو اخر المده السنه. يبقى انا عندي هنا الانتاج اللي اكتمل 60 واللي ما اكتملش لسه 20. طيب الحساب بتاع المراقبه الرابع اروح جاي اقول له الستين هي الانتاج اللي اكتمل السنه دي، اللي جاي لي منين؟ اللي جاي لي من الانتاج تحت التشغيل. عشان كده بنكتب هنا حساب الانتاج تحت التشغيل. لو انا عندي رصيد اول المده معناها اوامر اول المده مكتمله ولسه ما اتسلمتش 40، يبقى اجمالي الاوامر كلها اللي عندي 100. يبقى الاوامر اللي اكتملت خلال السنه وجاهزه عندي 100. طيب ال 100 ديت قد ايه تسلم للعملاء؟ تسلم للعملاء مثلا 85,000 اوامر تم تسليمها للعملاء. يبقى الباقي 15 انتاج تام لسه ما تسلمش للعملاء، يبقى برضو كده لازم الاجمالي بتاعه يبقى 100. يبقى حساب مراقبه الانتاج التام بيكون موجود فيه رصيد اول المده من الانتاج التام قد ايه، وخلال المده انتجت انتاج تام قد ايه، يبقى الاجمالي قد ايه. في الجانب الداين الانتاج ده كله اللي هو ال 100 قد ايه تسلم للعملاء؟ تسلم للعملاء 85، يبقى لسه ما تسلمش 15. ممكن تسلم للعملاء كل ال 100، يبقى بالتالي ما فيش عندي انتاج اخر الايه؟ ما يكونش ما فيش عندي انتاج تام اخر الفتره، يعني كان رصيده اخر الفتره هيبقى صفر. ليه رصيده اخر الفتره صفر؟ لان هو تم تسليم الانتاج بالكامل للعملاء. يبقى كان الانتاج اللي اكتمل عندي تم تسليمه بالكامل للعملاء. طيب الحساب الاخير عايز اعرف بقى الانتاج بتاعي ده اللي انا سلمته للعملاء كسبت منه ولا خسرت؟ لا نعرف المدين من الدائن ازاي ديت؟ ده كانت موجوده في المحاسبه واحد اللي انتوا خدتوها في المستوى الثالث، المدين والدائن. ده ما كان هنا بعرف المدين ايه والدائن ايه من خلال مع حفظ مكونات المدين ومكونات الدائن. لكن يعني ايه مدين ويعني ايه دائن؟ ده كان موجود معانا في محاسبه، ها محاسبه واحد اللي هي في المستوى الثالث. تمام. الحساب الاخير اللي هو حساب رقم 5 اسمه حساب تكلفه المبيعات. نعم، حساب تكلفة المبيعات. تكلفة المبيعات ده
بيقول لي والله الاوامر التامة اللي حضرتك سلمتها للعملاء اللي هي 85,000 هنوديها على فين؟ هنوديها على حساب المتاجرة اللي هي بال 85,000 علشان بعد كده احسب ثمنها كام وسعر بيعها قد ايه وبناء عليه اعرف انا كسبت ولا خسرت. يبقى الاوامر هتلاقوا عندكم حالات عمليه بتبع الاوامر، والاوامر ده الامر ده خد تكلفته كذا، انا يهمني في الاوامر فقط الخمس حسابات ومكونات الطرف المدين والدائن زي ما احنا خدناها كده لكل حساب. طيب في المحاضره ال20 بيتكلم فيها على فروق التحميل. بيتكلم فيها على فروق التحميل، يعني ايه فروق تحميل؟ مش احنا من شوية قلنا التكاليف الصناعية الغير مباشرة اللي بحملها للإنتاج بتبقى مقدرة أو محملة؟ طيب هاجي آخر السنة هيظهر قدامي التكلفة الفعلية الكام وجالي كمان كام أمر إنتاجي، يبقى هيكون عندي حاجتين دلوقتي، تكلفة فعلية غير مباشرة وتكلفة مقدرة غير مباشرة. الفرق بين الاثنين ده اللي اسمه فروق التحميل. اذا فروق التحميل اهي هي الفرق ما بين ما تم تقديره من تكاليف اضافية غير مباشرة وما حدث فعلا من هذه التكاليف. يبقى انا في اخر السنة عرفت جالي كم امر انتاجي وصرفت فعلا قد ايه تكاليف غير مباشره فعليه وحملت تكاليف غير مباشره فعليه قد ايه، فالتكاليف المحمله خلال الفتره هنيجي في اخر الفتره هنجد ان هناك تكلفه فعليه، الفرق بين الاثنين بين التكلفه المحمله والتكلفه الفعليه هيكون الفرق بين الاثنين التكلفه المحمله والتكلفه الفعليه باسمها فروق تحميل. الفروق دي قد تكون جوهرية وقد تكون غير جوهرية. هتقول طيب اعرفها ازاي انها جوهرية ولا غير جوهرية؟ هكون قايل لك انا في التمرين ان الفرق ده جوهري ولا غير جوهري. طيب لو الفروق غير جوهرية وديها على طول على قائمة الدخل. لو الفروق غير جوهرية يعني ما تستدعيش معالجة مفصلة وديها على قائمة الدخل على طول. اما لو كانت الفروق جوهريه لو الفروق جوهريه بعدل تكلفه الاوامر بتوزيع المبلغ بتاع الفرق ده على الاوامر المختلفه اللي عندي. ايه الاوامر اللي عندي اخر السنه؟ هيكون عندي اوامر تحت التشغيل، اوامر تامه تم تسليمها للعملاء، واوامر تامه ما زالت موجوده لدي اخر الفتره. يبقى انا هوزع على ثلاث اوامر. الانتاج تحت التشغيل اخر الفترة كام؟ الانتاج التام عبارة عن اوامر كاملة ولكنها لم تسلم، والانتاج التام المباع اللي بيقول عليه تكلفة الايه؟ المبيعات اللي هو ده التام المباع. طب ناخد مثال على الجزئية دي. واللي بلغت تكلفة الاوامر تحت التشغيل اخر الفترة 2000 ريال. وتكلفة الأوامر المباعة 15,000 ريال. وتكلفة الأوامر التامة آخر الفترة 3,000 ريال. وعندي فروق تحميل بالنقص 800 ريال، خدوا بالكم فروق تحميل بالنقص. طالما ما قاليش هنا إنها غير جوهرية، هنعتبر إنها جوهرية. فروق تحميل بالنقص، يعني إيه بالنقص؟ يعني الإنتاج حملته بأقل من الفعلي ب 800. بمعنى تاني ان الفعلي جه اكبر من المقدر ب 800. طب الفروق ديت هوديها فين؟ قال لي هتحملها على الاوامر الثلاثه اللي هي تحت التشغيل اخر الفتره، والتام المسلم للعملاء اللي هي الاوامر المباعه، والتام اخر الفتره اللي هو ال 3000. يبقى الأوامر تحت التشغيل آخر الفترة اللي هي 2000
والأوامر المباع اللي هي 15,000، والأوامر التامة آخر الفترة التي لم تسلم للعملاء 3,000. طب أحملهم عليهم إزاي؟ نسبة وتناسب. يعني أنا عايز أحمل ال 800 على الأوامر الثلاثة بنسبة 2000 إلى 15 إلى 3000. أعمل إيه؟ تعالوا نجمعهم. 2000 زائد 3000 زائد 15 بيساوي 20,000. ال 20,000 ديت هي إجمالي الأوامر اللي عندي. طيب تعالوا ناخد نسبة كل أمر إلى إجمالي الأوامر. يعني الأوامر اللي هي الخاصة بالإنتاج تحت التشغيل نسبتها كام من الإجمالي؟ أقول طيب هي تكلفتها 2000 والإجمالي 20، يبقى ال 2000 تقسيم 20 بتساوي 10%. طب ال 3000 نسبتها كام من الإجمالي؟ يبقى 3000 على 20 15%. طب ال 15,000 نسبتها كام من الإجمالي؟ 15 على 20 75%. معنى كده أن الإنتاج تحت التشغيل، أن الإنتاج تحت التشغيل بيمثل 10% من إجمالي الأوامر آخر الفترة، والإنتاج التام المباع بيمثل 75% من إجمالي الأوامر آخر الفترة، اللي هي الأوامر التامة المباعة. والإنتاج آخر الفترة اللي هو التام آخر الفترة بيمثل 15% من إجمالي الأوامر آخر الفترة. طيب الخطوة اللي بعدها عايزين نعرف بقى نصيب كل أمر من الأوامر ديت كام؟ عايز أعرف نصيب كل أمر من الفرق ده قد إيه؟ سهل جدا. آخد الفرق وأضربه في النسبة. يعني نصيب الأوامر تحت التشغيل هيبقى الفرق عبارة عن كام؟ 800 ضرب 10% يبقى 80 ريال. طب الأوامر المباع هيبقى نصيبها كام؟ أقول هي الفرق بتاعها قد إيه؟ نسبتها قد إيه؟ نسبتها 75%. نسبتها 75%. طب والفرق قد إيه؟ 800. يبقى 75% ضرب 800 600 ريال. طيب الأوامر التامة هنتكلم دلوقتي في اللقاء رقم في المحاضرة رقم 20. طيب الأوامر التامة نسبتها كام؟ نسبتها 15% في 800 120. طب السؤال يجي لي ازاي؟ بنفس الطريقة، يا إما أطلب منكم ده يا إما أطلب منكم ده. إيه ده وده بقى؟ يا إما أقول لكم من البيانات السابقة فإن نصيب الأوامر المباعة من الفروق بتساوي كام؟ هتقولوا لي 80 آسف 600. نصيب الأوامر تحت التشغيل من الفروق كام؟ هتقولوا لي 80. نصيب الأوامر التامة من الفروق كام؟ هتقولوا لي 120. أدي أول حاجة أو ممكن تطلب. الحاجة الثانية أنا حسبت دلوقتي كل أمر خد قد ايه او نصيبه قد ايه من فروق التحميل. المطلوب الثاني ممكن اقول لكم من البيانات السابقه فان تكلفه الاوامر تحت التشغيل بعد تحميلها بنصيبها من الفروق بتساوي كام؟ هنا عند الامر تحت التشغيل ب 2000 ونصيبه من الفرق 80. هل الأوامر تحت التشغيل بقى بعد تحميلها بالفرق أجمع ولا أطرح؟ قال لي على حسب الفرق هنا بالنقص. يبقى لو في الفرق بالنقص نصيب الأوامر من الفروق أجمعها على التكلفة الأصلية. لو الفرق بالزيادة كنت هطرح. نعم المثال المعطيات زي قدامكم بالظبط. اذا الاوامر تحت التشغيل يبقى عباره عن تكلفتها الاصليه 2000
وجالها 80 من الفروق، يبقى تكلفتها بعد تحميلها بالفروق 2080. طيب الأوامر المباع تكلفتها الأصلية 15، وناصبها من الفرق 600، يبقى 15 زائد 600 يبقى 15600. طب الأوامر التامة التي ما زالت معانا، يبقى 3000 زائد 120 يبقى 3120. يبقى ادي المطلوب رقم واحد، وده ممكن يكون المطلوب رقم اثنين. ماذا لو كانت الأوامر التحميل بالزيادة؟ لو كان عندي فروق التحميل بالزيادة، لو عندي فروق التحميل بالزيادة اللي هي هتطلع مثلا عندي اهوت اللي هي 800 بالزيادة، ايه اللي هيتغير؟ مش هيتغير حاجة من حساب كل أمر، لكن تكلفة كل أمر بقى هيتغير ازاي؟ بدل مجمع هطرح، بدل ما كان جمع هيبقى طرح. ليه؟ لأن بقول فيه زيادة في تكلفة هذه الأوامر المبلغ ده. يبقى هنا تكلفة الأوامر تحت التشغيل هيبقى 2000 ناقص 80، والأوامر المباعة يبقى 15 ناقص 600، والأوامر التامة اللي هي 3000 ناقص 120. يبقى لو فروق التحميل بالزيادة أطرح، ولو فروق التحميل بالنقص أضيف. يبقى هنا لازم اعرف الاول هي فروق التحميل ديت هل هي بالزياده ولا بالنقص، وبعد كمان في فروق التحميل بشوف الزياده او بالنقص لازم اقول والله هو لو قايل لي في التمرين الفروق ديت غير جوهريه يعني مش عايز توزيع، على طول مكانها فين؟ على طول مكانها في قائمه الدخل. لو فروق التحميل غير جوهريه مكانها على طول قائمه الدخل. في عندي نظام كمان اسمه نظام المراحل الانتاجية. ايه نظام المراحل الانتاجية ده؟ نظام المراحل اتفقنا فيه قلنا الانتاج فيه بيبقى للسوق. طيب تمام الحمد لله. نظام المراحل الانتاجية بيكون فيها الانتاج للسوق. الانتاج بيبقى نمطي او متشابه، والانتاج بيبقى بحجم كبير. تعالوا كده اول نفرق بين نظام الاوامر ونظام المراحل. نظام الاوامر لا يتم الانتاج الا بعد وصول طلب او امر من العميل بيحدد فيه المواصفات والكميه المطلوبه. اما نظام المراحل الانتاج بيكون للسوق حسب خطه انتاجيه معينه زي صناعه الغزل والنسيج، البترول، الحديد، الصناعات الكيماويه. النظام بتاع الاوامر الانتاج غير نمطي، المراحل الانتاج نمطي متشابه. في نظام الاوامر المنتج او الانتاج ليس بالحجم الكبير، لكن في نظام المراحل الانتاج بيكون بالحجم الكبير. طيب لما اجي احدد تكاليف المراحل بيكون عندي مفهوم جديد في التكاليف، وهو حاجه اسمها الانتاج المتجانس. يعني ايه انتاج متجانس؟ متجانس يعني زي بعضه، متشابه. الانتاج المتجانس هو عبارة عن كل الانتاج التام زائد ما يساويه الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام. يبقى الانتاج المتجانس تاني هو كل الانتاج التام زائد ما يساويه الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام. مثال، المثال يوضح لك اكتر. بفرض ان انا بدات الانتاج على 2000 وحده في المرحله الف، تم منها خلال الفتره 1500 وحده اكتملوا من ال 2000، وما زال تحت التشغيل اخر الفتره 500 وحده. مش انا كنت شغال على 2000
1500 انتاج 100% انتاج تام، يبقى الباقي ال 500 اللي باقيين مستوى اتمامهم 40%. طيب الانتاج المتجانس عباره عن ايه؟ اتفقنا قلنا الانتاج المتجانس كل التام، يعني ال 1500 بالكامل زائد ما يساويه الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام، اللي هو ايه الانتاج تحت التشغيل بقى؟ 500 مستواهم كام؟ 40%، يبقى 500 في 40% يعني 200 زائد 1500 يبقى 1700 وحده متجانسه. يبقى الانتاج المتجانس هنا عباره عن كل الانتاج التام زائد ما يساويه الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام، يعني اخد تحت التشغيل واضربه في مستوى اتمامه يبقى الاجمالي والانتاج المتجانس. معنى كده كان بقول لك بدل ما كنت تشتغل على 2000 وحده تكمل منهم 1500 ولسه تحت التشغيل 500، لو انت كنت بدات على 1700 وحده كان زمانك خلصتهم 100%. ده المفهوم بتاعها. يعني بدل ما كنت ابدا على 2000 وحده وجزء يكتمل وجزء ما يكتملش، بقول والله انا لو كنت بدات على 1700 كنت انتهيت منهم بنسبه 100%. ده بنقول عليه الانتاج المتجانس. الانتاج المتجانس. طيب هنقف لحد الجزئيه ديت، وعندنا بكره 3 لقاءات ورا بعض من الساعه من 9:15 ل 11:30. في ال3 لقاءات دول ان شاء الله نخلص المقرر بتاعنا بكره باذن الله، بحيث يكون بقينا لقاءين هنخليهم للمراجعه ان شاء الله. هي الوقت بتاعكم هو اللي مضغوط، ودي حاجه مش في ايدينا، فربنا ييسر الحال ان شاء الله ونخلص مع بعض بكره باذن الله. اي استفسار؟ جزاكم الله خير ونراكم على خير بكره باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.